تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المملكة. كان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصل إلى قصر الصخير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط المملكتين الشقيقتين وما تشهده من تطور مستمر في المجالات كافة. من جانبه نقل سفير المملكة العربية السعودية تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير جون جيراد ماكوي سفير جمهورية إيرلندا، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير الجمهورية إيرلندا، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين. من جانبه أشاد سفير الجمهورية إيرلندا بالعلاقات الطيبة بين البلدين على مختلف الصعد. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير بهادور محمود زودة شريفي سفير جمهورية طاجكستان، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية طاجكستان، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في المجالات كافة. من جانبه نقل سفير جمهورية طاجكستان تمنية فخامة رئيس طاجكستان لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرقي. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في المجالات كافة. من جانبه أشاد سفير جمهورية البوسنة والهرسك بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على مختلف الصعد. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير ماسيمو باجي سفير الاتحاد السويسري، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير الاتحاد السويسري، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، متمنيا جلالته لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية.